بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة حافلا بالعجب العجاب، ونصبه آية كبرى على امتداد الأحقاب، إمعان في إقامة الحجة وإيضاح المحجة ودفع الارتياب. فقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه في مدى عمره نجوما فرقانا، وسطر بين يديه كتابا وديوانا، وأقيم صرحه بين يديه وتحت إشرافه فجاء سامقا بنيانا، صلى الله عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، فقد مضى معنا بعض البيان المتصل بموضع سورة الفتح في النسقين، موضع سورة الفتح في فرقان التنزيل وفي نظم الترتيل. نظم الترتيل يعني به نسق التلاوة، موضعها في نسق التلاوة بين سورة السورة السابقة عليها وهي سورة محمد، والسورة اللاحقة لها وهي سورة الحجرات، وفي التنزيل فرقاني بين سورة الصف وسورة التوبة. وبينا أن النظر في هذه الأنساق ومناسبات النظم يشهد لتوقيفية هذا التنزيل بالنسبة لتنزيلين معا، هذا توقيفي وهذا توقيفي وكل في بابه، وأن كل منهما آية تشهد لتمامية القرآن، كلمات الله تشهد لوجه من وجوه التمامية المنبه عليها بقول الله جل وعلا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ومن صور عدلها هذه الألوان من التناسق، بحيث لو ذهبت تبحث لها عن موضع غير هذا الموضع لما وجدت لها موضعا مناسبا إلا الوضع الذي أنزله الله بها. من الموضع إلى الموضوع، لنرى آية أخرى تدل على أن مسمى السورة بما يفيد من معنى التسوير والإحاطة بموضوع محتجز، سور إحاطة حافظة لما هو في رحابه، لما هو في محتواه، لما هو محيط به ودائر. السورة لها سور مطلع ومقطع، واسم مترجم لها توقيفا. كيف نصل إلى موضوع السورة الأم حتى لا نشغل بموضوعات قد لا تكون هي المقصود الأساسي بالنسبة للسورة؟ نستهدي بالعنوان، ترجمة العنوان، عنوان السورة، وبآية الصدر. آيات الصدر، قلنا آية الصدر تخصص لبراعة استهلال فائق هو من وجوه إعجاز الكتاب. فإذا كانت صدور الخطب، صدور الكتب يعلم فيها أهل البلاغة والأدب وحتى في العلوم الأخرى بما يقصدونه من في أصل التأليف وفي صلب الكتاب، يجعلون هذا من البراعة التي تحسن الخطاب، تعين الطالب على الاشتراك، يعني على أن يستعد لتقبل هذه المعاني. فإن القرآن حاز قمة هذه البداعة في براعات استهلالاته. وننظر فنجد أن الصورة اسمها الفتح، وهو اسم وحيد لها في كتب، في المصاحف القديمة والحديثة وفي كتب التفسير.
وفي كتب السنة ترجمت بصورة الفتح، فليس الصحابة يعرفون بهذا الاسم. في صحيح البخاري سيدنا عبد الله بن مغفل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مكة حين دخلها فاتحا، دخل وهو يقرأ على دبزه سورة الفتح، هكذا يقول الصحابي، يرجع فيها. من الترجيع هنا هو لون ملوانه تغني تلذذا بما حصل من إنجاز الله لموعوده من جهة، وتلذذا بكونه من الله بمقام القرب، فكان يقرأ إنا فتحنا، يقول الراوي يمدها مدة. والترجيع هنا وقف عنده العلم بالأداء، وجوزوا منه صفات وردوا منه أخرى، وقالوا إن المقبول هو التغني بشرطه، وشرطه عدم الخروج عن ميزان الأداء، وجوزوا الترجيع في القرآن من غير أن يخل بالميزان، غير إخلال بالميزان. وإليه يشير الجعبي رحمه الله في عقود الجمان بقوله اقرأ بألحان الأعارب طبعها وأجيزت الأنغام بالميزان، الميزان الشرعي بالميزان الأدائي، فلا تمد من غير موجب المد، ولا تمد مدا زائدا على ما ضبط به المد في مقامات المد في أبواب المد. لا تحسب الجويد مدا مفرطا أو مفرطا فيه، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان. ويل للمطففين، كان أحد علماء الأداء يسمع أحد يزيد وينقص في الأداء فيقول له ويل للمطففين، قال له في هذا نزلت، قال أليس الأمر كله وفاء أو تطفيف؟ أمور كل إما تقوم على وفاء فتكون على الصورة المطلوبة، أو تخرج عنه فتكون من قبيل التطفيف. كان يرجعها صلى الله عليه وسلم تلددا، صورة اسمها صورة الفتح. وفي طالعتها إنا فتحنا لك، وذكر الفتح في الصدر وفي العنوان يشير بأنه هو مقصود بالبيان. نرجع نستعين بمعنى الفتح في كلام العرب ولسانه الذي به تنزل الكتاب، فنجد للفتح معاني معظمها عني هنا وجاء بيانه في سورته، في سورة الفتح. الفتح الحكم الفاصل الذي يفض النزاع وينصف المختلفين. ومن أدعية المؤمنين في القرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح، واشتق لهم هذا المعنى من اسم الله تبارك وتعالى الفاتح، الحاكم والقاضي بحق قدرا وشرعا. وفي معنى الفتح النصر والظفر بالعدو مطلقا بسبب ظاهر أو خفي، وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستنصرون ببعثة النبي وظهوره على أنهم سيغزونهم معه وسيسبقون إلى الإيمان، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يقولون، كان اليهود يقولون للمشركين وهم يساكنون هم إذا ظهر محمد وهم يعلمون نعته وأنه ظاهر قريبا سنكون معه عليكم وسننتصر عليكم به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، استنصرون يطلبون النصر. وكلمات أخرى تزاحم الفتح، ولا بد من بيان الفرق بينها حتى تتضح الأمور إن شاء الله. منها كلمة الغلب، فالغلب يقول أهل اللغة كسر لعدو أو مخالف بحق أو بغيره، يقول هذا غلب، فهو أعم من النصر الذي هو غلب بحق، غلب باستحقاق. ومن ثم اشتق لله اسمه منه الناصر،
وأنت خير الناصرين. أما الفتح فقد قيده علماء المغازي يعني في باب المغازي بأنه لا بد أن يكون معه اقتحام لأرض العدو ودخول لها. فلذلك في الاصطلاح تجد فتح مكة ولا تجد فتح بدر، لأن غير واقع في ديار العدو ولا فيها ظفر بأرضه ولا فتح لهذه الأرض. فقالوا لا بد أن يكون فيها ظفر بالعدو في أرضه وفتح لأرضه عنوة أو بصلح بحرب أو بدونه. فعليه يصبح كل فتح نصرا وليس كل نصر فتح. هذا الاصطلاح. قد يكون الفتح إزالة لمانع مطبق سد أبواب الفرج فيعنى به الفرج، نصر من الله وفتح قريب أي فرج. يقول الإنسان في ضيق شديد يقول رب افتح بفرج منك، فتح المغلق لون من الوان التفريج يطلق على الفرج، وفتح للمغاليق ولو كانت قلوبا كان المغلق فيها قلوب. ومنه ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلف، يفتح به أي بهدايته وبيانه وإرشاده وربانية منهجه ورفق خطابه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني فتح السماء حين تكون لا تمطر والناس ينتظرون فرج الله من فوق ينتظرون الغيث. وقد أظلمت الدنيا عليهم وهم بين يأس وبين موت، يعني فركات من السماء غيثا ومن الأرض تحصيلا لأثر الغيث، إنه يقدر تنزل بركات، ممكن أن تنزل بركات من السماء ولكن لا تعطي بركات من أرض. وقد يكون الفتح فتحا يزيل الظلم من الوجود وهو أيضا فتح لمغاليق. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فتح الفتنة كما يقولون، فتح الفتنة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلذلك لا بد من أن يقيد الفتح. نشوف في صورتنا فتح مبين وفيها فتح قريب وأتابهم فتحا قريبا، يجيء مقيدا ويجيء. فإذا جاء مطلقا في الغالب فيه بالسياق والغير غالب فيه إذا أطلق إطلاقا لا يكون نافعا كالمتاع، لابد من أصفه بالحسن حتى يخرج المتاع آخر يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وإذا تسمع قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وجه تسميتي ما حصل من الصلح الذي نبناكم عندما وقفنا عند السبب، صلح الحديبية فتحا ولم يقع فيه لا اقتحام ولا نصر ولا غلب بالمعنى الاصطلاحي. قال العلم لأنه كان سببا أساسيا للفتح الذي سيأتي، فتح مكة، وجاء بين يديه إن شاء الله سيأتي منه، وجاء مبشرا بفتح قريب وفتح خيبر، وأمن الناس بسبب عقد الصلح، اختلط المسلمون بالمشركين وأمنت الدعوة
ومبقنة للإيمان. حرية فتح، الأمان فتح، ويستغل باستغلال المفيد، تحصل به أكثر مما يتحصل بالفتح بالقوة. إذا أمكن كان هو الأساس. فلذلك أحد الصحابة هو البراء بن عازب، الصحابي من الصحابي رضي الله عنه، قال، والخطاب موجه للتابعين، من أدرك من التابعين، إنكم تعدون الفتح، فتح مكة، وهذا عندكم ما فيه في تفسير البغاوي، ونحن نعده فتحا أيضا، ولكن الفتح هو يعني الذي حصل في صحف، فتح خيبر، فتح الحديبية، يوم الحديبية، وبيعة الرضوان. وزاد فتحدث عن آية التأييد ممثلة فيما حصل من الرواء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حصل تفجير بئرها الذي نزح ماءه جف، فجاش الرواء وأصدر الناس عنه أنفسهم وركابهم، فملأوا الأوكية والأوعية وشربوا وتوضأوا وكانوا أزيد من 1400. آية التأييد بفتح من بركات، وآية التأييد في بيعة الرضوان، آية التأييد بالقلوب المؤمنة التي لم يتخلف واحد منها في مرحلة عصيبة جدا، سمئة لحرب، جاءوا معتمرين ما عندهم استعداد لي، والنبي جاء بهم على أساس أنهم يجيئون معتمرين ببشرى رؤيا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعني على ألا يفر أو على الموت، تتال الصحابة كلهم واحدا تلو الآخر يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الله صدق ولائهم والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فأنزل السكينة عليهم. آية التأييد المزدوج من صور الفتح، ومن صور الفتح أيضا فتح قلوب أولئك الكفرة. لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله، ما كان الصلح ليتم، كان متعذرا شبه مستحيل مع هؤلاء أن يقبلوا بالصلح، لأن الصلح فيه ضمنا اعتراف بوجود دولة الإسلام، اعتراف، نرجى أن تأتون من قابل، ورضوا بعمرة القدر، ونضع الأمن بيننا 10 سنين، يعني مشان يدخل في عقدكم دخل، كما سبقنا في البنود، ومشان يدخل في عهدنا وعقدنا دخل، فيه بنود مجحفة من حمية الجاهلية، سواء في رسم العقد أو في صلب العقد. والنبي تحمل كل ذلك، وبين عينيه قول الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لم تكن تلك التنازلات منه صلى الله عليه وسلم دهانا مداهنة أبدا، وإنما كانت بإلهام من الله. ولذلك لما كان يراجعه الفاروق يقول له، إني عبد الله ورسوله ولن أعصيه في أمره ولن يضيعني. ووحي الأنبياء، منامات الأنبياء، يعني رؤى الأنبياء وحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل محتمر واحد، وما حصل من بروك الناقة وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من جنس حبس الفيل عن حرمه، أنه كان في إشارة قدرية إلى أن ربنا لا يريد قتالا، وفعلا هذا الذي تحقق. امتحن المؤمنون في هذا الصلح وزلزلوا، ووضع إيمانهم وولاؤهم أكثر من مرة على المحك، في المبايعة وفي كتب العقد، مرة على القتال فوافق، هذا ربما قد يكون وافق هوا في نفوسهم للانتقام من الذين أخرجوهم من دورهم، لكن جاء اختبار آخر سلمي
لتسليمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اختبار، اختبار في الإيمان، لأن الإيمان أحيانا قد يوافق نزاعات فيك فيختلط الأمر لديك. لذلك جاء عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. ميزان، هذا الميزان المزاج أو الذوق أو الهوى، ولو كان الطلاء إيمانيا لابد من محكات، من معايير، من ممارسة النقد، ما يفعل الصيرفي ليدرك عملة الإيمان أزائفة رديئة أم جيدة نافذة. فتح إذن، صلح كان فتح، أمن الناس. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لغير قريش لأنه أمن جانبه، ولذلك سنجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد رجوله المدينة سيراسل الملوك، بجي عام المراسلة، عام الرسائل، يراسل قيصر وكسرى والنجاشي غير الذي أسلم، يدعوهم إلى الإسلام، الإسلام صارت له شوكة. وتفرغ صلى الله عليه وسلم أيضا لتأديب أهل الغدر كيهود خيبر إسلائهم، وما بالعادي من قدم فقد كانوا في الأحزاب السنة الخامسة، وهذه السنة السادسة تحالفوا مع الأحزاب المشركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يجهزوا على الإسلام في عقر داره. قلت زلزل المسلمون وامتحنوا امتحانا مزدوجا في ولائهم الإيماني، ورجعوا أدراجهم بعد توقيع الصلح منطوين على غيظ، ليس كلهم، هم على حال من الاكتئاب والحزن، وهو الذي سوغ أن تفتتح الصورة بأقوى صور التأكيد. شوف إنا فتحنا، تأكيد النسبة بإنا وتصدير بالمسند إليه ضميرا، أعلى المعارف أعرفها فمضمارون أعرفها ثم العلم في ترتيب المعارف، وصل الضمير أعرفها ضمير التكلم، أعرفه ما لتكلم وزع فذو خطاب فغياب قد تبع مرجعه. مرتب الضمائر حتى في المعرفة، متكلم في المخاطب، ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، ضمير الغيبة، اختير الضمير الأعلى والأرقى ضمير التكلم، لأن المقام مقام خطاب، فلا بد أن يكون متكلم مع مخاطب، والتكلم مقام القرب مع المخاطب، المسألة تحتاج إلى كما قلنا لكم إلى إسماع من قرب وإعلام ملامس. والسبب هو ملابسات الحدث ما حاط في القصة التي كان سببا في نزول الصورة. إنا يقول ربنا إنا بضمير عظمة فتحنا لك، فإذا جعلنا فتح على أصلها سيكون هذا على أن المراد بها صلح الحديبية، سيكون إخبار بشيء حصل، وإذا أردنا بفتحنا لك سنفتح لك سيكون وعدا بالفتح وبشارة به، وإذا حملناه مع المعنيين سيكون من باب حمل المعنى على المشترك على معنيين، وهذا من وجوه إعجاز البيان القرآني. وفي الصورة أيضا حديث عن إشارة لهذا الصلح وإشارة على أنه فتح وإشارة للفتوح التي ستأتي، كلها فيه فتح قريب، عجل لكم هذه أتابكم فتحا قريبا وهو خيبر ستفتح في العام الموالي، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يعني ووعدكم بأخرى لم تقدروا عليها من لم تدركوها الآن وإن كنتم تريدونها، المرادنا بالقدر الإدراك، لم تقدروا عليها أي لم تدركوها، ماشي نفل الاستطاعة انتبه، كقول الله تعالى من قبل أن تقدروا عليهم أي أن تدركوهم فلموا الله غفورا.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في هذا الاستهلال الذي استعينوا به على جلية موضوع السورة ما يقتضيه الفتح في كل جوانبه. الفتح يقتضي فاتحا، والفاتح هنا الله جل في علاه صريح النص، إذ أسند الفتح إليه فقال أنا فتحت لك أنا الفاتح. ويقتضي مفتوحا لأجله، وهو هنا المخاطب بالكاف هو سيدنا رسول الله المنزلي، إنا فتحنا لك. وعندنا في الخطاب المفرد في القرآن إما أن يكون الأصل فيه أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون لمن يصح أن يخاطب، ولكن الآية وملابساتها وأسباب التي كنت بأن المخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحنا لك أي لأجلك، فلام لام الأجل، وهذا فيه تنويه بمقام النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، فتحت هذا الفتح لأجلك. ثم تقتضي فتحا، وقد نعت هنا بالمبين إشادة بمقام الفتح وإشادة بالمفتوح لأجله وذكر للفاتح بصيغة العظمة لإظهار أن كل جوانب المتصلة بالفتح عظيمة في الاعتبار لله. ماذا بقي من مقتضيات الفتح؟ شنو واحد شيئان، أسباب الفتح ما ذكرت في الآية، والثاني المفتوح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا للتأكيد ليش؟ للفعل، وتأكيد الفعل بالمطلق إنما هو تأكيد لأصل الفعل، فتحنا لك فتحا أي فتحنا فتحنا فتحنا، هو تأكيد للفتح. تقال العلم إن تأكيد الفعل بالمصدر في قوة إعادة الفعل 3 مرات، ورتل القرآن ترتيلا أي رتل رتل رتل، وتبتل إليه تبتيلا تبتل إلى الله تبتل إليه تبتل، انقصع إليه، دع العلائق ودع الخلائق وارتقي. المفتوح لم يذكر، لم يذكر لا بلد ولا قلب ولا مغلق، فتحنا لك. وحذف المتعلق يدن بعموم التعلق، والحذف للتعليم للتعميم، يقول سيدنا صاحب زهر المكرم، والحذف للتعميم والإبهام، الحذف للتعميم والإعظام، مش حاجة تفتح. فأما من أعطى إيش؟ أعطى ما ينبغي أن يعطى، واتقى ما ينبغي أن يتقى، فحذف المتعلق يدين بعموم التعلق. متعلقات أو تقيد تضيق العموم تخصص، بينما حين فتحنا لك القلوب، قلوب أعدائك فقبلت الصلح، وقلوب أوليائك فتعلقت بك، تأييدا في مقام البيعة وصبرا على مرارة في مقام يظنون باجتهاد أن الأولى أن يكون كذا وكذا، منازلة العدو وعدم إعطاء الدنية في الدين، هذا كان رأي بعض الصحابة في المقام. وفتحنا لك الأرض وسنفتحها لك فتحا قريبا، ده وعد. وأخرى أراضي أخرى ومغانم أخرى فتوحات أخرى سنفتحها لك، منها ما حصل له ومنها ما حصل لأمته صلى الله عليه وسلم على آله من بعده، فادخلوا فيها الفتوح إلى يوم الدين. إنا فتحنا لك
سر التأكيد على هذا النحو اعتبارا بالمذكور والمحذوف معا هو إدخال المسرة على قلب رسول الله والزمرة المؤمنة، مواساته، تسري عنهم المسح على قلوبهم المعناة، لأن الله تعالى أدرى بما في قلوبهم وعلموا بما صلح لهم. يتعدون ما حصل خيبة خسار أبدا، ما حصل كان بإذني وأنا الذي فتحت. فلذلك كم صورة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الصورة، حتى قال صلى الله عليه وسلم على آله في مصح عنه: نزلت علي الليلة صورة لهي عندي أو لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقرأها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وجه فرحه صلى الله عليه وسلم بنزولها إقرار الحق له على ما حصل منه، هذا الشيء مرضي ما فعلته هو مراضي، واحد. وثانية إشعاره بمقامه عنده بقوله مرتبا على الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فتوح مواهب أربعة، واحدة منها تشرق لها الدنيا بالدنيا والآخرة، جمعتها في ثلاث لكم جمعا لأذهانكم على معاني الكتاب ولقلوبكم أيضا. منحة تكميل، منحة التكميل وهبة التأهيل ومنصب التأثيل، تتكلفوا أحيانا مستجع مع الموافقة المعاني حتى تستحضروها. منحة التكميل، تكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من رسول الله من نقص، كمال إلى كمال ونور على نور، هي مراتب هي مقامات. إذا ارتقيت إلى نور أرقى وكنت خلفت نورا دونه، قيل لك: لقد كنت في شيء هو دون ما أنت عليه، ولو قارنته به لبدا ناقصا. وسمي ما تشاء، نقص أو ذنب أو قول ما تشاء. وسأضع أوديكم على إن شاء الله على المعنى في حدود المستطاع إن شاء الله جل في علاه. الآية لا تشير ولا تلمح من قريب وبعيد إلى موضوع قد يثيره البعض من أن الأنبياء يعصون ويذنبون ويخطئون ويفعلون، ونحن نعتقد أنهم موصوفون بالعصمة، هي نعتهم وهي مقتضى دليل المعجزة. إذا جوزنا أن ينخرم عقد العصمة فيهم أبطلنا دليل الإعجاز، ولم نسوغ متابعتهم بإطلاق، أنا محتمل تتابعوا في شيء هو صغير ومعصوم فيه احتمال. إذن ما يكون هذا الذنب المغفور بعامة؟ شوفوا بعد التكليف، يريد جل في علاه أن يحول بين نبيه وبين ما يقصر به عن مقام التكميل مطلقا. إيمان الأنبياء في عقيدتنا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص، وإيمان غيرهم يزيد وينقص. يقول العلم: وإيمان الملائكة مستوى الطرفين. إيمان الأنبياء في زيادة، هو مثل دائما أضربه لكم، لاحظوا موسى كلم الله في الابتداء، والله يوحي إليه ويقول: أنا اخترتك، فيجيب: وأنا خائف وفررت منكم لما خفتكم، أخاف أن يقتلوني أخي هارون وأفصح مني، أرسله معي ردا
ردءا معينا يعينني في الخطاب ويؤيدني في الجناب خرج منها خائفا من مصر إلى مدين يترقب، قال رب نجيني من قوم الظالمين. لاحظوا هذه المقامات، مقام الخوف من الخلق، يبدو وكأن مرتبة من المراتب، لكن لاحظوه وهو على باب بحر عباب، أمواجه كالعباب، عباب البحر الأحمر، ووراءه بنو إسرائيل معه، ومن ورائهم فرعون بجيشه العرمرم جرار على مقربة، وهم يقولون يا موسى إننا لمدركون. كان الأول، ماذا كنا ننتظر من موسى؟ خوفا في غاية الخوف، أشد من خوفه الأول، فماذا قال؟ كلا، أي لن ندرك، إن معي معي ربي سيهدي، معي الإيمانية، معي النصرة. ارتقى إيمان موسى هنا ولم ارتقى؟ ارتقى إيمان الأنبياء، يزيد والله ولا ينقص، الله يرقيهم في كمالات يريدها لهم، ويخص أكملهم سيدنا رسول الله بالأكمل من صور الترقي صلى الله عليه وعلى. الذنب كلمة في اللغة، الوقوف عندها يفتح جانبا من الإشكال. يقول مدققون في اللغة الذنب هكذا بالتسكين هو الأخذ بالذنب، وذنب الشيء مؤخرته والرذل منه، وصار يستعمل انطلاقا من هذا في كل ما تستوخم عاقبته ونهايته، تستوخم يعني تهيء عاقبته بسوء، وأصبح يطلق وفي مثله يطلق التابعة، هنا جاءت هي تابعة ومتأخرة. العواقب الردلة تبعات ما يتوقع من حين فعل شيء، قالوا فيها ذنب. وعليه نفسر الذنب بكفاية تبعات التقصير، تبعات التقصير المتوقع والممكن والمحتمل. والآن يرجع إلى المقصر وشعوره. شوفوا الآن شعور المؤمنين، ثم ننتقل إلى شعور الأنبياء في مقام التقصير في حق الله، في حق جنابه، في حق طاعته. سيدنا رسول الله ثم نزل قوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة رضي الله عنها: أهم يا رسول الله الذين يزنون ويشربون الخمر، يعني يفعلون الخطايا ثم يخافون وهم يجلون، يخافون من أن يؤخذوا بهذا. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ويخافون أن لا يقبل منهم. ومن ثم جاءوا في مقام التنويه: بقدر ما ترتقي تحس بالتقصير، هذا كمال. والذي لا ليس على سبيل هو هابط، يقول ايش افعل، ماذا فعل، ما فعلت شيء، انا ما سويت شيء. انا ماذا حصل، ماذا فعل، هل قتلت نفسا؟ يرق احساسك الايماني وتشف روحك بقدر تزكيتك. النبي صلى الله عليه وسلم صور هذا المشهد، قال: مثل المنافق
يفعل المعصية كبيرة، ومثل المؤمن مثل المنافق يفعل الكبيرة كمثل ذباب مر على أنفه فقال هكذا نسي كل شيء، ومثل المؤمن من يقع منه الخطيئة حين يصنع الخطيئة كمثل من أراد جبل وحس بجبل يريد أن يسقط عليه فهو في انتظار ماذا سيحصل. وشوف كيف حاله، كيف خوفه توقعاته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة. سيدنا رسول الله يعني اسمحوا لي إذا قلت لكم عاشق الاستغفار، عاشق عاشق التوبة. ولذلك كان يختم كل أعماله الصالحة بالاستغفار، ويوصي أمته بالاستغفار، ويقول توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه واستغفروا في اليوم 70 مرة، بل يحسب له في المجلس الواحد 70 استغفارا أو 100. عاشق الاستغفار صلى الله عليه وسلم، وسيد الاستغفار الذي دعانا ورغبنا فيه بعنوان السيادة. إذا أردتم الأرقى والأشرف في مقام التوبة فعليكم بهذه الصيغة ومعانيها. إذا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أي ذنب هذا بالنسبة لرسول الله؟ شعوره بالتقصير في جنب كمال الله جل وعلا، بقدر ما تعرف الله، بقدر ما تحس بأنك دون مقام الشكر، الوفاء بمقام الشكر. وقلة المعرفة هي التي جعل الإنسان يقول سيدنا. فلذلك ربنا يعامل الناس أيضا برفق مباشر، حتى قال بعض العلم قد يؤخذ الوزير بما لا يؤخذ به الأجير، يعني السائس الأجير نظر لاختلاف المقامين. وقال العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين. فقد تقول لواحد ما على مثلك يا بني يعد الخطأ، يقول احنا في الدارجة 6 من 60، 6 من 60 ما على مثلك يعد الخطأ في واحد. وتقول الألقى لو غيرك قالها، لو غيرك قالها، تفاوت المقامات. في سيد الاستغفار ملاحظة مهمة نبه عليها غير واحد من الأئمة كالإمام الخطابي وغيره في معالم، وفي كتاب له مفيد اسمه شأن الدعاء طبع له مؤخرا، له كتاب بعنوان شأن الدعاء لطيف في بابه. يقول ما معناه، وأنا اسمحوا لي إذا ضلت علي الألفاظ بنصها لجأت إلى ما يمكن أن يقرب المعنى. وأهل العلم عندنا جوزوا الرواية لرسول الله بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني، فكيف الأشياء من يدونها. يقول سر ما في هذا الدعاء والذي هو معقد السيادة فيه وهو الذي به كان سيد صياغ الاستغفار، هو أنه يدلك على شيئين إذا لاحظتهما وصلت إلى المراد من الاستغفار وقبلت. الأولى أبوء لك بنعمتك علي، ملاحظة الإحسان الإلهي إليك. شوف ما قصر في جنب عطائه لك، أبوء لك بنعمتك علي، أنا معترف ونعمته إلي متواترة، وبمقابل ومعها نفس الموقف في نفس أبوء بذنبي، تقصيري في حق شكر هذه الأنعم، ومن يفي بشكر الخالق؟ أبدا، لا أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزم بيقين لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا. إذا أخذنا بهذا اللون من ألوان المقابلة
بين عباداتنا وحق الله في مقام المنة كاملا ما سلم أحد ولا نجا منه أبدا ولا أنبياء، ولكنه الرحيم البر قبل منك الأقل. إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ترتيب التكميل على الفتح في قول الله جل وعلا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا تلاحظوش التقديم والتأخير لأنه المراد تأمين. فذكر مثل هذه القيود المتقابلة ليفتح الباب إلى عموم المتعلق تهوى أيضا، كما في قول الله تبارك وتعالى وسبحوه بكرة وأصيلة، أي على الدوام، وليس المراد في الصباح وفي المساء، وإنما خصصت لمعاني معينة. وبالنسبة لنا تقديم وتأخير إنما يكون باعتبار شيء، لأن هذه من الأفعال الإضافية أو من الأشياء الإضافية، مقدم عن بعثتك والمؤخر عنها، وجاء كثير من الأثار هنا المقدم عن الصلح الذي عقدته والمتأخر السابق عليه، ولكن مرادنا ما تقدم أي ما يمكن أن يكون وما يمكن أن يأتي. إذا المراد ليغفر لك الله غفرا أو غفرانا كاملا، أن يتجاوز عن التقصير الممكن الذي تحس به، والله يعلم نبيه. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل لماذا تستغفر الله، قال إني لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. يغان، قال العلمي، نوع من السحاب الرقيق، سحاب غيم غيم غيم، ولكنه سحاب رقيق، وهو نور كما سبق أدنى يحجبك عن النور الأعلى، فلا بد لكي ترتقي تزيله. هو هذا الشعور بالتقصير. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاله في كل شيء يحس بهذا. كم نقل نسوته الشريفات أمهات المؤمنين عنه وهو في بيت في حجرهن يصلي ليلا، تقول عائشة رضي الله عنها، يعني بينما أنا استيقظت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، كان يعني لضيق البيت كان يغمزها بسويطة، يقول سمعته يقول رب قني عذابك، ربي قني عذابك يوم تبعت عبادك. يخاف من إننا نخاف من ربنا، والخوف إنما يكون من توجس توقع المؤاخذة والمؤاخذة على تقصير ممكن أن تتلبس به. إذن فحال الكمل هو هذا. أشاهد مع الكمل ملائكة كمل لا غير كمل، معصومون عصمة أقوى من عصمة الأنبياء، أقوى ولا نقول أرقى، نعم، لأنهم مجبورون. الأنبياء معصومون عصمة راقية، لذلك قال العلم بالتوحيد، والعصمة خلق مانع من ملابسة الإثم غير ملجئ. وزادوا فقالوا والعصمة لا تزيل المحنة، أي الاختبار لا تعطله. وزادوا فقالوا المعصوم لا يجبر على طاعة ولا يعجز عن معصية، ولكنه اللطف الإيماني. لطف إيماني. الملائكة معصومون ويخافون، سؤالي مما كل محتمل، لا إيمان بغير خوف. هذا الخوف التقصير الذي قلنا نسأل أيضا لما علموا من جلال الله. سيدنا رسول الله في من روايات الإسراء والمعراج أنه كان يرى جبريل أحيانا على الصورة التي هو عليها 600 جناح، ولكنه لما وصل إلى سدرة المنتهى بدا له جبريل وقد تضاءل
إلى أن يكون كعصفور بلله القطر. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال من جلال الله وسبحانه. يقول تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. آية أخرى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ملائكة، في سياق الحديث عن الملائكة، ويفعلون ما يؤمرون. ننزل قليلا إلى غراس رسول الله. تعرفون زرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ صحابته غرس وتعهد حتى استوى ذلك على السوق، وستجيئنا مثالهم المجلي لحقيقتهم وقيمتهم رضوان الله عليه. غراس رسول الله، ظله، ثمرات جهاده. ولذلك عنوان الصحبة، ضعوا السطر، عنوان الصحبة ضعوا السطر عليه: محمد رسول الله والذين معه. أثر الصحبة، الصحبة المحمدية. أحد المبشرين بالجنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والتبشير خبر، وخبر الصادق لا ينتقد، وبلغهم عنه وسمعوا من فيه، ثم إنه كان يقول: وددت لو أني شجرة تعضد لو لم أخلق. ووددت لو أني شعر في رأس أو لحية مسلم مؤمن. قال عمر: يا ليت عمر لم تلده أمه. هو مبشر. تقول: يا شيخ، تناقض هذا. شعور بالتقصير، شعور إيماني يجعلهم يذهلون حتى عن البشائر، لأن البشائر منح والمقام مقام تكليف، والعبد ينظر هذا دون هذا، يتسلاش بذاك العطاء عن المهمة. أحدهم قال: لقد بشرني وأنا بين يديه. تأول، هو تأول لصالح الإيمان، تأويل لصالح الإيمان. وهذا يؤكد البشارة، لأن هذا من آيات النبوءة. إذ لو فعلوا خلاف ذلك لما صحت البشارة فيهم. لو فعلوا خلاف ذلك، لو شعروا بغير شعور. لذلك قال أهل العلم: الخوف كالرجاء، يسوقان الخائف والراجية إلى مقام الكمال. ولا يزال الناس على الطريق ما لم يزل الخوف من قلوبهم، فإذا زال منها زلوا. وحتى الخوف من مقامات، يخاف من أن يلقى به في النار، ويخاف من الحجاب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ، من أن لا يرى وجه ربه. سيدنا رسول الله: اللهم ينسألك لذة النظر إلى وجه الكريم الشوق إلى لقاء، لذة إلى وجهك الكريم هنا والشوق إلى لقائك هنا. لذلك قال: جمع بين أعظم نعمتين، نعمة الشوق هنا ونعمة تحقيقها هناك. هؤلاء إنهم عن ربهم لمحجوبون، وهم هؤلاء على الأرائك ينظرون. ليغفر لك الله
فتحنا لك. قال أهل العلم بالإعراب جملة العلة وليغفر لك الله بدل اشتمال، هي بدل بدل اشتمال من ضمير السابق في قول الله لك، والتقدير إنا فتحنا فتحا مبينا ليغفر لك الله، وتكررت لك هنا وهناك لتعيين المخاطب، تقول له انتبه إنها منة لك مخصصة لك، أنت المعني أنت المطلوب، لا تأسى على الذي حصل، أنت منا بمقام. هذه الألوان من العناية الإلهية بمبعوثها صلى الله عليه وعلى آله تشد من أزر الأنبياء، والله يشد هو الذي أيدك، هذه ألوان تأييد وألوان من الفتح ليغفر لك الله. واللام هنا الأجود أن يكون لا مع عاقبة وصيرورة، لا مع علة، أنا فتحنا لك ليؤول ما حصل ليكون سببا في حصول هذا الذي حصل، فكان هذه الأشياء ترتب حصولها على ما حصل من الفتوح وما سيحصل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة وصل زاد في منسوب التهجد، صعد لعبادته بالليل، وهذا صحيح، حتى تفطرت قدماه فقيل له وقد نزلت السورة أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، وهذا لم يعرفه إلا بنزول سورة الفتح. شوف كيدير العبد، شي العبد الراقي، احنا العبيد فينا إذا جاعوا فسقوا وإذا اغتنوا سرقوا، عبيد الشر. شوف كيدير العبودية الراقية في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزلنا على عبدنا، ويرحم الله القائل لا تدعوني إلا بيا عبداها فهي أشرف أسمعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدعى بعبد الله. وسماه الله عبد الله، فإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام حتى تفطرت، لاحظوا معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة السادسة كم بقي على وفاته صلى الله عليه وعلى آله، السنة العاشرة أو بداية الحادية عشرة، 50 تقريبا، معنى أنه بدنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ثقل جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله، يقف بليل في صلاة تقول عائشة عنها لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، عاشق الليل عاشق الاستغفار، ويخاطب الله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال أفلا أكون عبدا شكورا، إذن أحسستم بمعنى الذنب في جنب رسول الله، إحساس بالتقصير ملازم للكمال، ملازم للكمال الكمة في كل المقامات، مناسب للكمال في كل المقامات، وشعور فاضل يحدو صاحبه على أن يواصل ويرتقي، ولا علاقة له بما قد يقول القائل من خرم صفة العصمة في النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، قال بعض العلم يمكن أن يفسر الذنب هنا بما يمكن أن يتعلق به العتاب من فعل لخلاف الأولى، وذكر الآيات التي فيها هذه الشمة،
عفى الله عن كلمات انت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وإذ تقول الذي أنعم وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. آيات معدودات، ولو رجعتها في مواضعها لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد غاية الاجتهاد في تحري مرضاة الله، فعوتب على أن لم يرقى إلى ما هو أعلى منها بعد أن قرر على ما هو عليه. الله لا يقر على باطل أبدا. فبان من هذا أن هذه المسائل التي متعلقة المعتبة لا تسمى ذنبا يعني هكذا بالإطلاق. فالله صان أنبياءه عن التدني، كفاهم أمر التدني ليشتغلوا بالترقي في نفوسهم وترقية الآخرين من دونهم منحة. فلو شغلوا بالتدني لما أمكنهم أن يتصدوا لتدني الآخرين، هذا هو سر العصمة منهم، ولما صح أن ينصبوا هم نماذج للكمال، ولا خرم ما يسمى بمتعلق أو مقتضى دليل المعجزة. فلذلك قال العلم بالعقائد المسألة فيها ربما فيها تشعبات، خلاصتها لكم إن شاء الله، وهي التي نعتقدها وندين الله بها، أن أنبياءه في قمتهم سيد رسول الله معصومون من الكفر قبل النبوءة وبعدها. لا يمكن أن يكون أحد من أنبياء قبل كافرا ومتعاصيا للشرك، معصومون من تعمد الكبائر، تعمد الكبائر قبل البعثة وبعدها، وضف على رأسها الكذب، معصومون من صغائر الخسة. صغائر الخسة تعرفون كتطفيف القليل وكسرقة تمرة، حتى الصغائر في الخسة تدل على خسة صح. ومعصومون أيضا من أن يتعلق بهم نقص ينفر منهم، وذلك نحو عهر الأمهات وفجور الآباء، بل حتى فجور الأزواج الزوجات. فلذلك في قول الله جل في علاه بالنسبة للوط عليه نبينا الصلاة والسلام وسيدنا نوح، كانتا في زوجته كانتا تحت عبدين من عبادنا صالح فخانتاهما. أهل العلم محققون منهم قال خيانة هنا خيانة في العقيدة، يعني كانوا يسترون ما هم عليه من موافقة أهل الكفر وينقلون خبر النبوءة من البيت إلى قومها. هذا ماشي زينة، فما زنت امرأة النبي ولو كانت كافرة. علاش؟ عصمت له لشرفه فقط، من الكفر يخصها. شهد الخيانة هذه خيانة، هما شيء خيانة الزنا أبدا، لأن هذيك عرض له، وخصوصا إذا كانت ما خيانة لأن فيها ستر ما كانت تواجه بها، تجسس عليه لصالح قومه فلم يغني عنهما من الله شيئا وكيدخلهم النار مع الدخل. ولذلك الغزو قالوا ما شيء معصوم لم يعصم من الكفر وعصم من دون غيره، هذا مكتفي تبدأ تحفظ تحفظ غير معصوم من الكفر ومعصوم مما هو دونه لغيره، مش معصوم لأجله، وليس كرامة له كرامة لغيره. فلذلك جاء ما زنت امرأة نبيا قط، هذا فيهاش في طعن في النبي وفي اختيار له في جانب العرض وفي جانب النسل وفي جانب الدرية، اختارت كل شيء. معصومون مما ذكرنا وما جاء على خلاف ذلك، حمله العلم على مسائل، إما على طريق خلاف الأولى، وإما أنه فعل قبل البعثة على قول، أو على وجه النسيان الذي لا يعد به خصيات بل خطأ. وقعدوا قاعدة تقول
إذا جاء ما يخالف عصمة الأنبياء فينظر، فإن كان من قسم القطعي، فإن كان من غير قسم القطعي يعني بما لا يفيد القطع، لأن مسألة العقيدة كنا مركزة على القطعيات يقينيات، لا ينبغي أن تتغير ولا أن يكون فيها الاجتهاد الذي يغير أصولها أبدا. فإن كانت غير قطعية رفضت، لأنه لا يدفع القطعي بغير القطعي الصحيح. وإن كانت قطعيتان وظاهرها محتمل للتأويل، أولت بما يوفق القطعية الأنسب، القطعية الموافق للأصل، وإلا حملت أولت وإلا حملت على خلاف الأولى. وأعطيكم مثال حتى تطمئن قلوبكم. أبونا آدم أول أنبياء الله ورسوله مكلم من قبله، حصل منه ما حدثنا عنه القرآن من أكله من الشجرة بعد الأمر بتوقيع، أهبط بعدها العلم ماذا حصل؟ هذا العصيان، هذا ذنب منه كبير منه. أولا عيدنا إلى آدم من قبله فنسي، هذا اعتذار عنه. قال العلم الثانية أنه كان هذا الأمر من الله إرشاد، لأنه لم ينبأ بعد ولا حصل تكليفه، لأن التكليف كان في الأرض، ولا التفت إلى من قال إن هذه الجنة هي جنة في الأرض وكانت عالية وكان أشياء يرجحون بها خلاف الظاهر وخلاف المناسب إلى الحق. وما في الجنة تكليف، وإنما هذا اختبار يراد به ما بعده. لأن الله حين خلق آدم قال إني جاعل في الأرض، إذن إنزاله إلى الأرض لم يكن بسبب الخطيئة، وإنما كان مخططا له ابتداء بقبل الله. يعني جاعل في الأرض، مازال ما كان، مازال لم يخلق، لم تنفخ الروح في آدم بعد. فلذلك لما أنزل قال الله تعالى في خطاب: فإما يأتينكم مني هدى، وقال تعالى: اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا تاب عليه بالمقام الذي ليغفر لك. قلت له: كم عاش آدم بعدها؟ عاش 900 سنة. هل ذكر القرآن خطيئة له؟ نقل القرآن خطيئة ولده، أحد أولاده من بعده، تنبيه لنا في مقام العدوان. 900 سنة شوف الأنبياء. حفظ الدرس بعد النسيان حفظا وقائيا. هذا بحال ما يقال لي أننا في الأمراض الخطيرة نحقن بنفس الميكروب، نفس لاكتساب المناعة. هذا عدوك، لو قلت له هذا عدوك خطاب ما أعرف صورة العداوة كيفه ودي حصوله، لكن حين حصلت التجربة ظهر له شره وتكونت عنده المناعة ليؤسس عليها العصمة، وليكن خطابه لبني من بعده بالحرارة التي هي حرارة الإدراك من قرب، لأن الإدراك مراتب. إذن قرأ خبرا في الصحيفة، واحد عاش الخبر، واحد تلقى من أجله المتاعب، كم مستويات هؤلاء في إدراكهم الخبر وفي تعاملهم معه. منحة التكميل، فهمتم شوية منها ولا لا؟ ليغفر لك الله غفرا كاملا تاما شاملا يرقك به إلى المقام الأرض عنده. ما تنسوش أن رسول الله منذ خرج من مكة وعد، لقن ووعد، لقن بأن يقول في مناجاته له: ربي أدخلني مدخل صدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق إلى حيث مهاجري، وأدخلني أخرجني مخرج صدق من هنا وأدخلني مدخل صدق. قال العلم: هذا المدخل بصدق إما الرجوع إلى مكة، وإذا حملت عليه أنا كما أخرجتني أدخلني أعدني إليها بالرضا،
وهذا سيحصل في الفتح، وهذه مقدمته. واثق من الشيء الموصل للجحفة نزل قوله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الذي أوحى إليك يردك. أتشك في هذه الحقيقة؟ فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، أتشك في أنك ناطق وأنك إنسان؟ ها؟ ما تشكش في وجودك ولا في نطقك؟ هذه الحقائق تأكيد بما هو الأعلى والأرقى في مقام اليقين. إن الذي فرض عليك القرآن وأوحاك إليه وجعلك مقتضى ونبيا ومكلمة لردك بالقدر قدرا إلى معاد، فاتحا منتصرا تتلو آيات الامتنان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الغفر ستر راق، لذلك يشتق في العربية منه مغفر لستر الرأس، ولكن لا يقال لستر غيره منه اشتقاق، يقال غفر يده الرأس مغفر أعلى وفيه قوة المدارك العليا، مغفر ليغفر لك الله، على المغفرة ستر راق. فلذلك اشتق منها لله غافر وغفور وغفار، ثلاثة أسماء: غافر في أصل الصفة، وغفور بمتعلق معين، وغفار على التكرار، غفار يغفر المرة بعد الأخرى، وغفور أي يبالغ في الغفر، هذا تكثير في النوع تكثير في العدد. ومتعلق غفر الله لنبيه بالغفور لا بالغفار، نوع المغفرة راق ليغفر لك. فإذا لا يشتق لله من تكفير المكفر، لأن يعني تكفير سيجئنا في السيئات وسيكون له مذاق آخر، ستر من نوع آخر. فلا يمكن أن نقول ليكفر الله عنك، وإلا لو قلنا ليكفر لتعلق بالذنب بالسيئات لا بالذنب. ولاحظوا هذا الاطراف القرآن: يغفر لكم ذنوبكم وفيه ويكفر عنكم سيئاتكم. منحة التكميل إلى منحة تأهيل. تأهيل يتصور بشيئين إن شاء الله في هذه العبادة: التكميل بالتبيين والتكميل بالتمكين. يعني التأهيل بأهل الله واحد يأهله في مقام النصرة بأن يكمل له بيانه، يجعله بيان تام بتكميل الشريعة والأحكام وإنزال ما تبقى منها، وهذا وعد. وبالتالي منذ ستتلو أحكام كثيرة ومنها الصورة العامرة بالأحكام، سورة التوبة التي مثلت كثير من أحكام الشريعة في مقام التمكين. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. يتم نعمته عليك بالتمكين: يوم أكملت لكم دينكم، نص بإتمام نصه، وأتممت عليكم نعمتي بالتمكين بالفتح، أصبحتم أحرار تعبدون الله كما أراد الله منكم، وقد مكنتم. ويتم نعمته عليك بالتمكين، ويهديك صراطا مستقيما بإتمام الشريعة بالأحكام المتبقية، أي يهديك إلى صراط مستقيم. النصب على نزع الخافض: يهديك صراطا أي إلى صراط مستقيم.
ووصف الصراط يدين ببيان مفتوح سهل ميسر كما هي صفة الشريعة، سمحة تسع الجميع، معتدلة ترفض التطرف، واصلة غير منعرجة. فلا يقال للسبيل صراط ويتبع السبل، ولم يقل صرط أبدا. الصراط الشرط فيها أن تكون واسعة بحيث تتسع للجميع. شرع الله لا يضيق بأحد، دينه لا يضيق بأحد، ما أوسع الشريعة بمقاصدها وأحكامها خلاف الذين يضيقونها. والصراط لابد أن يكون مستقيما ما فيه تعارج، وأقرب نقطة موصلة إلى الغرض. إذن موصل واسع غير منعرج آمن من أن تضل فيه بالشعب، ويهديك صراطا تاما مستقيما. تبين بعد التمكين واحد، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا التأثير يقال الأثال كوزن سحاب، المجد والشرف في مقام السيادة، تأثير تاء المثلثة. وينصرك الله نصرا لا تذل بعده، عزيز بمعنى معز، كحكيم بمعنى محكم، حكيم محكم لما يصنع، محكم لإرادته، فيأتي فاعيل بمعنى مفعل بمعنى فاعل، ويأتي بمعنى مفعول، وهذا كثير، لكن هنا عزيز نصر عزيز، إما ذا عزة فيكون فاعل على النسبة وتجيء قليلا في النسبة، ذا عزة أو عزيز صاحبه اللي هو منصور، المنصور بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينصرك الله نصرا لا ذلة معه ولا بعده، هنا يعز الله به بعز عزيز ويذل به من يشاء. أربع هبات جاءت في مقام التعليل الغائي للباعث، لأن الغائي يتجه من بعد، وهو المفسر عند مسمى عندهم بتعليل المآل، سيؤول أمر الفتح إلى هذه تحقيق هذه المذكورات. وهنا يطرح بعض العلم بالتفسير عن مسألة تعليل أحكام الله، الفتح حكم وفعل إلهي، فتعليله هو من باب تعليل بالأغراض. ويعلم في العقيدة أن مما يجب تنزيه الله عنه في فعاله في باب الفعل تنزيهه عن الغرض، ونزيهان فعل الإله عن غرض، لا حكمة قد أجريت لمفترض، إذ قد جرى الكل له بقدر في خلقه وأمره في التذكر. نزيهان فعل الإله عن غرض. سنحن يفعل واحد منا يفعل شيئا غرض، والأغراض تتفاوت، فهل يفعل الله لعلة تسمى غرض؟ الجواب لا أبدا. لما يجب تنزيه الله في فعله نقول غني في فعله عن الغرض. فهل يعني غني عن الحكمة، عن قصد الحكمة؟ الجواب لا، فرق بين الغرض وبين الحكمة. فالغرض يستفيد منه الفاعل، والحكمة يستفيد منها المفعول له. في الحكمة يكتمل أنت، يكتمل المعطى للفاعل، وفي الغرض يحتاج الفاعل إلى الغرض. إذن فكأن أفعال الله المغيات، الله كذا لي ليفعل كذا، خلق لي كذا وكذا، ليعبدوني ما أريد منهم، وتقولوا هذا غرض، غرض الله تعالى ربنا، ولكن الحكمة من خلقكم. ومعنى الحكمة من خلقكم وليست غرضا أنها تجل لكمال الله، مقتضى كماله أن تكونوا بهذا الوضع. وليس الله يحتاج إلى هذا اللون من ألوان التحقق ليكتمله، وهذا أفصحت عنه الآيات كثيرة في العقيدة. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا زيد، فإن الله لغني.
لا تضره معصية عاص ولا تنفعه طاعته. تقرر هذه القضية تنزيه أفعال الله عن الأغراض التي اكتمل هو بها، إنه لو اكتمل بها لعادت إليه من غيره كمالا واصلا ممن دونه إليه، وهذا يطلد انقضى مفهوم الإلهية في كمالها. ولكن نحن نكتمل بما يفعل الله فينا وما يفعله لنا وما يشرعه لنا لنكون وفق حكمته. ولذلك يشتق من هذه الغايات لله اسم الحكيم، فنقول الله تعالى لم يخلق خلقا باطلا ولا سدى ولا عبثا، وإنما للحق ولمقاصد من الكمال عالية. فهمتم سيدان نشوي يجي؟ فتحنا لنفعل كيت وكيت لنغفر لك ونفعل، فهل هذه أغراض لله في الفعل يكتمل بها تعالى ربنا؟ وإنما هي حكم منصوبة من آثار كمال حكمة الله جل في علاه، هو الذي يريد أن يرقينا بهذه المرادات. شوف الآية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله بما يشرعه لنا إرادات كلها ترجع لنا، ليبين لكم حتى لا تضلوا، ويهدي لكم حتى لا تزيغوا، تثبيت البيان، ليبين لك فتعرف، ويهديك فتوفق، ويتوب عليكم إذا حصل منكم زلل أو خلل. كل هذه لا تستمزح مقامتكم، يبين لك فتعرف، ويهديك فتثبت وتستقيم على بيان البيان، ويتوب عليك معناه يتلقاك حين تنحرف لتعود ليعيدك إلى الطريق. كل هذه راجعة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد أصحاب الأغراض والأمراض، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الشهوات هي الأغراض، مشتهى منا هو الغرض، ولكن قد يكون مطلبا لحاجة أصلية أو لحاجة فضلية. مطالب الأصول نافعة، ومطالب الفضول مردية قاتلة. الإنسان يقدر يكون عنده هوى إيماني وشهوة رغبة في الطلب وفي العلم، يكون هذه رغبة شهوات إيمانية نقول هنا، وإن كان لا تقال فيها شهوات تنزها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وجه كون هذا الفتح بينا لا يخفى، رغم أنه خفي على كثير من الصحابة. فتحنا لك فتحا سيجيئك ظهوره قريبا، فعلا الذي حصل. حتى قال الإمام الزهري يقسم على هذا في رواية، والله إن هذا الصلح له الفتح الأكبر، لقد حصل به من تكثير سواد المسلمين ما لم يحصل من قبل. النبي جاء في يوم الحديبية ومعه 1400 وتزيد قليلا، وعاد بعد سنتين لفتح مكة ومعه 10,000 من الصحابة الكرام. وحصل من تمكين الإسلام في جزيرة العرب ما كان مبينا، أصبح الإسلام ولم يشخص مراسل الملوك، وأصبح حتى هم خارج الجزيرة يهابون الإسلام ويهابون سيدنا رسول الله. وزاد فمكة الصلح في نفسه، قالت العرب أية غيرة هذه، أية شرف لهؤلاء القرشين يردون أبناء عمومتهم عن البيت. كانت دعاية لصالح المسلمين حتى هم رجع، وبدأوا يرون المسلمين كانوا عناصر خيرة ما قاتلت، وقد كانوا كثرا قاتلوا في بدر وهم دون ذلك. أصبحت دعاية للمسلمين تنشر عرف أخلاق رسول الله وصحبه ورفقهم، ما كانت فذلك الذي يجي من بعد وتحس بأنه بدت له من القبائل الأخرى البعيدة تفكر في أن
لا يجيء رسول الله، إنما تجيء هي إليه لتعلن إسلامها بين يديه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة، هذا يبدأ واحد سبب من أسباب النصر والفتح. الغائب في جملة الافتتاح أمور، من المفتوح وهذا لأنه سيذكر، ومنها وسائل الفتح وأدواته التي أعدت لهذا، منها ولله جنود السماوات والأرض، منها نزول السكينة، منها حصول البيعة، هذه الجنان مواد ضرورية، يعني لفت إلى سنن الله المقررة في باب حصول الفتح. ماذا إن فتحنا لك بغير ما كاين أسباب، حتى لا تنشأ عقلية تواكلية في التعامل مع الإيمان. توكل والتواكل، التواكل ضعف والإيمان قوة، التوكل قوة والتواكل ضعف، لا يتناسب مع الفهم. زي ما قلت لكم الإيمان والتوحيد فهم وخلافه وهم. ومطلوب منكم إن شاء الله حفظ الصورة. شتي كي دايره الصورة؟ لاحظتم كيف القرآن كيف عامر بالبصائر والكمالات، مشرق بنور الله. هذا المصحف بالتمام. ولو علمنا الذي فيه لطوينا كل الكتب وعدنا إليه. وكم هم العلماء الذين قضوا أعمارهم في دراسة كثير من العلوم والفروع، حتى إذا عكفوا لأمر ما على المصحف أو أعكفوا عليه لسبب قهري، قالوا أين كنا عن هذا الكتاب؟ أهل العلم أين كنا؟ وين ماذا في هذا؟ أين صددنا عن الهداية الكاملة في هذا الكتاب؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عنا مصائب الدنيا. امتعنا اللهم بإسماعنا وابصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا وسط عينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.